السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اختي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة ان شاء الله. غادي في هذا الفيديو هذا غنشرح لك، كنا تكلمنا على دوك الميساجات بسرعة، يعني غادي نشرح لكم المسائل. كنا تكلمنا على دوك الميساجات اللي قلت لكم تتصيفط الفيتشو ديال البيرلمبيك وديال العمل كما تعرفوا، تصيفط لعباد الله. هذوك الميساجات راه فيهم بطبيعة الحال كاين واحد الرقم ديال الهاتف ديال داك السونتر البيرلمبيك اللي صيفط لكم هذاك الميساج باش تتصلوا في حالات مثلا انسان ما غاديش يقدر يمشي او باش ياخذ واحد موعد اخر. اللي كاين تشيترو ديال بيغو، كنت تنظن بان هذوك الميساجات من اجل العمل، ولكن اتضح لي بانه لا علاقه له يعني على هذه المساله دي. يعني الناس ما غاديش يعيطوا حاليا دابا هذه الساعه هذه، ما تنظنش انهم يعيطوا على الناس اللي عيطوا لهم ولا اللي صيفطوا لهم ميساجات، راه صيفطوهم من اجل يعني باش يجيو عندهم باش على حساب شي خدمه ولا شي حاجه. تنظن اغلب الظن تنظن على اساس باش ربما كانوا مسجلين يعاودوا يتسجلوا ياخذوا المعلومات ديالهم في حاله ما اذا تصلح واحد العطب. شنو هو العطب؟ العطب هو ديال واحد الامبال لواحد مؤسسه راها معروفه اللي فيها يعني المقاولين ولا الناس اللي محتاجين الشركات الكبار محتاجين الخدامه راه تيتسجلوا في هذا الموقع ديال الامبال. الامبال يعني تيصيفط الايمت تيصيفط يا ربي التشيترو بيرلمبيكو، راه حنا محتاجين هذه الخدامه وهذه الخدامه خدامه استنادا على داك الشيء اللي تسجلوا فيه اولا يعني هذوك المقاولين. الايمس تشينترو بيرلمبيكو عفوا، لانه الامبال وتشينترو بيرلمبيكو والايمس هادو واحد الثلاثي عندهم واحد العلاقه وطيده فيما يخص المقاولات وفيما يخص العمل كذلك وميدان العمل بصفه عامه في ايطاليا. كما قلت لكم يعني تشينترو بيرلمبيكو ما يمكنش انه يعني يعيط للناس ويقول لهم راه خدمه كاينه وهذه وهذه وغادي تمشي تخدم لنا ولا غادي تخدم لنا مثلا، لان الامبال السيت اللي مكلف باش يرسل تشيترو بيرلمبيكو موقف دابا وما خدامش هذا السيت دابا حاليا، وباقي السيت جديد ولكن راه ما خدامش موقف، يعني تيبغوا يتسجلوا فيه الناس ما تيمكنش يتسجلوا. يعني بزاف يعني ديال الشركات باغي الخدامه ولكن باش يتسجلوا في هذا الموقع باش يعطيوا جميع المعلومات ديال الخدامه اللي باغين ما يمكنش. بذلك وكذلك تشيترو بيرلمبيكو كذلك ما يمكنش، لانه ما عندوش معلومات على العمال اللي باغا الناس هاد المقاولين اللي باغين وكذلك اي منطقه. المهم القضيه راه شويه معنكش شويه. وكذلك على حسب دوك المعلومات اللي عنده تشيترو بيرلمبيكو تيصيفط كذلك الايمس اللي هو كنت نقولوا صندوق الضمان الاجتماعي مثلا بحال اللي كاين في المغرب. اللي به هذا صندوق الضمان الاجتماعي بطبيعه الحال هو اللي تعطي دوك يعني دوك الامتيازات لاصحاب الشركه، وكذلك تستلم حتى يعني الليريديتي وداك الشيء اللي تتخلص على ودوك اللي طاس لكل شيء اللي تتخلصوا على العامل كذلك تياخذهم. وام يبطو حتى لا كاينه شي مساعده ديال الدوله لهاد المقاولات الصغرى ولا الكبرى، طبعا الحال تتم عن طريق الامبال وتشينترو بيرلمبيكو والايمس. يعني مساله ديال انه غادي يعيطوا للناس على من اجل الخدمه راه مساله يعني مستبعده. هذه الساعه هذه مستبعده. هذا ما كان في هذه الحلقه، نتمنى القديره شويه معك شو، ولكن ما معك شو. الامبال تسجل الناس المقاولات وبالاسماء ديالهم والعمال اللي باغين، وتصيفط داكشي لتشيترو بيرلمبيكو. تشيترو بيرلمبيكو المركز ديال الكبيره تتفرق هاد المسائل على حسب المناطق على حسب المقاولات فين كاينين. وكذلك تشيترو بيرلمبيكو تصيفط من بعد ما تتم توظيف ديال شي عامل تيرسل المعلومات كلها للايمس اللي تتكلف كما قلنا لكم بهاد المسائل ديال الريديتي وما الى ذلك، يعني من المسائل الماليه. كانت هذه هي الحلقه، تنتمنى انني نكون واضح فيها شويه لان المساله معكشه. ومساله ديال هذوك الميساجات تنظن اغلب الظن تنظن غير باش حتى اللي ما كانوا كاين اللي تستافد من ريديت ودي تشيط غادي ينصاو، ربما باقي ما تسجلش باقي ما تقيد ما والو في هذا السطر، او لاضافه بعض المعلومات الاخرى على جميع الناس اللي تتخص اضافه مسائل اخرى او معلومات اخرى تتخص جميع الناس اللي تستافدوا من ريديت ودي تشيط غادي ينصاو. نتمنى ان يكون واضح، ما تنساوناش من اللايكات، ما تنساوناش من الدعم، وما تحرموناش من الدعم ديالكم فضلا الله امرا بطبيعه الحال. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.